باسمي واسمكم جميعا نرحب بالأستاذ كمال الدوسري أبلاين العراق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله مجموعة سفراء الخير والعطاء. أحييكم وأرحب فيكم وأتمنى لكم النجاح والتوفيق، وتحياتي لكم جميعا. وسعيد جدا جدا اليوم بأن ألتقيكم بدعوة كريمة من الأخ مثنى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهوده وجميع الأخوة من الشركاء الأعزاء. حياك الله أستاذ مثنى، وأشكرك على هذا السؤال الرائع. طبعا هو السؤال يقول: هل حضور المحاضرات والمؤتمرات ضروري للأعضاء يبحثون عن النجاح يطمحون إلى الرتبة العليا؟ طبعا لا، يقعد ببيتهم هو النجاح ينزل عليه من السماء. يا أخواني، في بعض الأمور هي تعتبر من الأشياء البديهية. يعني أنت عملك هو عبارة عن تسويق، عبارة عن شيء إعلامي، عبارة عن شو. طيب إذا أنت اللقاءات والمؤتمرات ما تحضرها، طيب كيف راح تقدر تحقق نجاح؟ أنتم تعرفون كثير من الشركات حقيقة ما تملك حتى منتجات راقية، ما تملك حتى خطة توزيع ونظام عادل، ما تملك كثير من المؤهلات، لكنها ركزت على موضوع الشو والإعلام بشكل كبير ومستمرة وتحقق أرباح وكذا. ليش؟ لأنه كثير من الناس حقيقة يعني بحد ذاته عندهم مسألة السفر وحضور اللقاءات والمؤتمرات بحد ذاتها عندهم متعة وتحقق قيمة إضافية للأشخاص. فموضوع المؤتمر أو يعني خصوصا حفلات التتويج والتكريم بعد الإنجازات، هذه مهمة مهمة جدا، ويذكرونها كل الخبراء في مجال يعني التنمية البشرية بشكل عام، وخصوصا في مجال البزنس والأعمال. يقول لك لازم تكافئ نفسك بعد كل عمل تنجزه، كل عمل ناجح تنجزه، حتى لو ما عندك إدارة، لو ما عندك كذا. أنت يعني تتكلم عن شركة خاصة مثلا، تروح تحجز في فندق 5 نجوم بعد ما تخلص صفقة مهمة جدا وحققت أرباح عالية، وتحتفل مع نفسك، يعني تكافئ نفسك، وهذا يعطيك حافز قوي جدا للنجاح. هذا أيضا يذكرها هارفي إيكر في كتابه أسرار عقلية المليونير، وكذلك يذكرونها كثيرين يعني في باب التحفيز، يعني والمكافأة على التحفيز والإنجاز. مثل ما تحط لنفسك حتى تمنعها أو تدعها أحيانا من الدعة والكسل بعض العقوبات، كذلك لازم تخلي بعض المكافأة. فمسألة المؤتمرات واللقاءات حضورها جدا مهم. أيضا إذا تلاحظون أن أكثر الناس الناجحين ما يعني ما يتغيبون عن مثل هذه اللقاءات، دائما تلقى الناس الناجحين حاضرين في مثل هذه اللقاءات، على العكس من الناس اللي يتمتعون بالسلبية والتراجع، غالبا ما يبدون يختفون عن مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات. فيعني أكيد حضورها مهم مهم جدا، هذا من الناحية الإعلامية ومن الناحية التحفيزية. أما إذا تكلمنا من ناحية الخبرات، لقاء الناجحين، الاحتكاك بهم والتعلم من عاداتهم طرقهم، فهذا يعني نحتاج محاضرة كاملة على هذا الموضوع. بالنسبة لهذا السؤال، مسألة ما هو الفرق بين الهاوي والمحترف في نظام ديكسن، يعني شوف باختصار هو الكلام كثير حول هذا وهذا، بس المحترف يعمل ضمن خطة، والهاوي يعمل كيف ما اتفق ومتى ما يعني صار معه فراغ، متى ما يكون مزاجه راقي. لكن المحترف لا، يعني هو فهم أهمية هذه الصناعة وخصص لها وقت ووضع لها خطة. لذلك حتى لو تجي يعني عروض لأعمال ممكن أرباحها مغرية جدا، هو ما يترك عمله هذا الحالي اللي قاعد يشتغل بيه في الدي اكس ان، ما يتركه حتى لو كان اجره اقل، لان هو عارف الهدف، عارف هو وين والهدف اللي راح يوصل له شنو وما هو قيمته. يعني انت مع دي اكس ان ممكن دخلك السنوي يصير اكثر من $1,000,000، وهذا يعني موجود عندنا، فهذا موجود. يعني في اعضاء عندنا حققوا في هذا يعني تجمع دخله خلال سنة يتجاوز $1,000,000. فكثير من الأعمال ما توفر لك دخل صافي بهذا القدر. فأنت لو تعرض لك عمل مثلا ب$10,000، $5,000 بالشهر، قد يكون هسه فرصة مغرية بالنسبة لك. لكن إذا أنت واضع خطة وعارف وين ماشي وين رايح،
تتكنسل جميع هذه الأعمال. ولذلك مثلا على سبيل المثال، يعني أنا على الصعيد الشخصي مثلا عرضت علي كثير مجال الدراسة، كمال الدكتوراه كذا، لا بس أنا عارف وين ماشي، وأعمال أخرى ثانية، فتح شركات خاصة، عمل خاص، عارف وين ماشي، وبالتالي أي انحراف عن الهدف مالي صراحة ممكن راح أحقق ربح آني وقتي، بس بالنهاية ضيعت شيء كبير. فالمحترف عارف شنو جاي يسوي، يتخذ قراراته بسهولة، قرارات جريئة يتخذها بسهولة، وكذلك تشوفه حتى من يعمل يعمل بصبر وثبات، ما يتزعزع بسرعة، يعني ما يتزعزع بسرعة من أي عوارض تمر عليه خلال عمله. يعني هذه أبرز الأشياء، يعني نقدر نقول أهم شيء أن المحترف يعمل على أساسيات الصناعة ويعمل ضمن خطة. طبعا هذا السؤال مهم جدا. السائل يقول بعض الأعضاء ينسحبون بعد التسجيل وإلى الآن هم ما فهموا يعني طبيعة العمل ولا الخطة التسويقية وما عندهم رؤية واضحة بالنسبة للشركة، شنو السبب اللي يخليهم ينسحبون بهذه السهولة؟ أنا أعتقد الشخص إذا اقتنع وإجا يسمع منك وما قدرت تحوله إلى عضو أكتف، وهذه مشكلة حقيقة، هذه مشكلة كبيرة يعاني منها حتى المتحدث وكثير منا. أعتقد 80% إذا مو أكثر، بدون مبالغة، هذا رأيي الشخصي طبعا ما أعرف، 80% السبب من اللي يعرض الفكرة مو من المتلقي، هو ما زال بالبداية اقتنع ودخل معك، أكو مشكلة أنت ما استطعت أن تفهمها وتوصل له الفكرة بالشكل اللي تخليه مهتم، لأن هو أكيد مثل أي إنسان على وجه الأرض طموح، عنده أحلام، عنده أمنيات، يريد يغير واقعه أكيد، بس ليش ما تفاعل؟ السبب أكيد منه أحنا، يعني مو من هذا الشخص الجديد. وأقول لك مثال بسيط هذا مر عليه بحياتي ما أكاد أنساه. هذا المثال، احنا لما كنا في يعني في البصرة قديما في الثمانينات، كانت بسبب ظروف الحرب اضطر بعض المناطق، يعني الحرب الأولى مع إيران، كانت بعض المناطق يعني هجروها، يعني فترة من الفترات حتى العشار ومركز المحافظة كانوا يجون على الزبير، فكانت تكتظ عندنا المراحل الدراسية والصفوف تزيد الأعداد. فمرة من المرات جابونا أحد مدرسين الفيزياء من الثانوية المركزية في البصرة. العجيب أن هذا المدرس حتى في الثانوية المركزية عنده نسبة النجاح عالية جدا، يحطونا على الوزاري، والرجال تعرفون أنتم يعني الوزاري خصوصا قبل ما يعني شو يريد يسوي لهم هو. طبعا كان احنا عندنا مدرسة تجي، فهو اجى بدلا عنها يدرسنا، والعدد كثير لدرجة ان بعض الطلاب على الارض جالسين. فتصوروا اقل طالب اللي كان هو يرسب، هذا الكلام في الثالث متوسط، اخذ 53 و 54 بالفيزياء. فالادارة استغربوا، يعني حتى الادارة استغربوا، يريد يعرفون شنو السر اللي موجود عند هذا المدرس بحيث اداءه ما عنده نسبة رسوب، نسبة النجاح 100%، ودرس مثل الفيزياء، وثقوا كان يقول لنا لا تحضرون. وهاي من الأشياء الغريبة اللي يعني قبل، أنه لا تحضر ولا شيء وانسى هاي الطريقة الموجودة بالكتاب، ويعطينا طريقة مختصرة لحل المعادلات. فالأبلاين المتميز هو الذي يتميز بالمتابعة وتفعيل الأعضاء، مو بكثرة الأعضاء أو كثرة عدد الناس اللي ضمهم، هذا الأبلاين المتميز اللي يقدر يخلي أعضاء ناس ناجحين، هذا الأبلاين المتميز. لذلك النصيحة تكون للسبونسر، للراعي، قبل أن ننصح الشخص نفسه. أما إذا تكلمنا عن الشخص، فأنا يعني أقول مهما كان الأبلاين بالنسبة لك، قد يكون إنسان غير متفاعل، قد يكون إنسان لا يمتلك معلومات أو مهارات كافية، فبالتالي انت لا تضيع فرصة العمر من بين يديك. كثير من الناس نجحوا بدون وجود راعي جيد، او حاولوا يروحون للاعلى يعني يستفيدون منه اذا كان محقق قصة نجاح جيدة، وبالتالي الموضوع في ديكسن خصوصا مع كثرة المعلومات المتوفرة
الإنسان إذا كان من النوع الباحث مثل ما يسميه أبو أنس الله يحفظه أستاذنا قدير جمال المسعدي، يسميه الهدهد أو يسميهم الهداهد، يقول ذولا قليل في الديكسن. إذا كان من هذا النوع الإنسان الباحث راح يقدر هو يكتف نفسه ويقدر ينجح. وفعلا أنا صادفت ناس من هذا النوع اللي إجاني مقتنع بالديكسن بس يريد وسائل وطرق النجاح، يقول أنا اختبرتها من بين عديد من الشركات، صوروا قرأ عن البيع المباشر، أول مرة كان يقرأ عن الذكاء المالي وأسهل طريقة للحصول على الثروة، بعدين قالوا للبيع المباشر، بعدين بدأ يقرأ بالبيع المباشر وبحث وقارن بين الشركات إلى أن اختار ديكسن. بس هذا النوع قليل جدا. فهذا الناس الأذكياء احنا نسميهم أو الصقور، ذولا يقتنصون الفرص اقتناص، وبالتالي يعني الموضوع يعني بالنسبة لهم مهم جدا، وما راح يتخلون أو ينسحبون بسهولة حتى لو ما وجدوا الدعم الكافي. فإحنا ننصحهم اثنينهم، ننصح الأبلاين الراعي، وننصح أيضا الداون لاين أو العضو الجديد حتى ما يضيع على نفسه الفرصة، لأن بالنهاية هو المستفيد قبل أي واحد. صح السبونسر راح يستفيد، بس ما راح يستفيد السبونسر إذا أنت ما راح تستفيد، فأنت فائد نفسك أولا قبل كل أحد. السؤال الرابع هو الوصول إلى الماسية، هل هو أولى خطوات النجاح؟ لا شك، بل هي حقيقة العضوية الحقيقية تتمثل في وصولك إلى رتبة الماسية. أنا أعتقد يعني هذا الشعور وشعور كثير من الناس اللي موجودين حتى في ماليزيا. لما رحنا أذكر أو في أوائل زيارتنا لماليزيا وكان معي أحد الأخوة، كنا محتفلين بأن تأهل إلى الماسي، الى رتبه الماسي، فكان يقول سأله، قالوا له انت، سال بعض الاعضاء، هذا يقول له ستار ايجنت، هذا يقول له ستار، فسال هذا الاخ قال له انت، قال له انا والله وصلت من اسبوع ماسي، فكان يقول له واحد من الكراون امبسدور كان موجود هناك، فكان يقول له ويلكم دي اكس ان، يعني مرحبا فيك في دي اكس ان، انت الان دخلت دي اكس ان. لانه كثير من العمولات الراقيه الدسمه ما تتحقق الا بالوصول الى الرتبه الماسيه. حتى يعني غالبا الرحلات الدولية ما يتأهلونها إلا الماسيين، طبعا قليل هناك من الستار ايجنت يتأهلون، طبعا يتأهلون بنقاط مجموعاتهم، وهذولا يعني الله يعينهم، يعني عند ظاهر مجموعة تلقاها كبيرة مليانة ملي ماسيين، هو بعد اللي هسه ستار ايجنت، فهذا يعني مصيبة. هو في نسأل الله يعينه، يعني نتمنى أنه ما يضيع كثير، فتصير هذه وموجودة هاي الحالات لكن قليلة جدا. أكثر اللي يطلعون للرحلات الدولية هم الماسيين، إذا الرحلة دولية على وط قيادة ماسية شراكة أرباح، هاي كلها ما تحصلها إلا لما تصير ماسي. حتى على وط التطوير اللي هي خاصة بالنجوم، يعني هو أكثر من يستفيد منها الماسي إذا كان عنده ماسيين، لأنه راح يصير عنده حجم النجوم يعني ما شاء الله. فبالتالي موضوع التركيز على الوصول إلى هذه الرتبة هو اللي يخليك تشوف ديكسن على حقيقتها، ويخليك على المربع النجاح أو على قمة تستطيع أو شرفة تستطيع منها أن ترى حقيقة الـ يعني ما أنت فيه من نعمة وخير وبركة. فأحرصوا على أنكم تبنوا خطة حقيقية أول ما تنضموا إلى الشركة أنك توصل إلى هذه الرتبة. بعد ما توصل إلى هذه الرتبة تبدي تبني خطوطك بشكل صحيح، وتركز يعني على مساعدة الأعضاء اللي معاك، لأن نجاحك يبدي يكبر بنجاحهم وهكذا. يعني هذه من ميزات عملنا اللي هو عمل التيم. فبالتالي احرصوا على الوصول إلى هذه الرتبة، هي الرتبة حقيقة فعلا يعني اللي تعطيك كل امتيازات العضوية بهذه الشركة. لكن انتبه، يبقى هذا النجاح نجاح جزئي، انت هدفك الاستراتيجي هو الوصول إلى السفير تاج، وأنا أكد على أهمية النجاح في الأهداف الجزئية أو الأهداف المرحلية. ليش؟ لأنه ماكو سفير تاج ما عنده ماسين، أو هو مو كان ماسي، فبالتالي هذا أنت بدأت تتدرج في سلم النجاح. لكن لا تنسى هدفك الاستراتيجي، لأن الماسي ما راح تحقق طموحاتك وأنا ما أتحقق كل رغباتك. نشكر الأستاذ كمال على الإجابة على الأسئلة وسعة صدره، والآن نفتح باب الأسئلة، للي عنده أسئلة يكتبها إن شاء الله ويجيب عليها أستاذ كمال. بالعكس، كل الشكر لكم، أنا سعيد جدا بهالاستضافة وأشكرك جدا أن أتحت لي هذه الفرصة أن ألتقي بها مع الأخوة، ويعني وأكون ضيف بينهم اليوم.
ومعذرة منكم أنا لأنه عندي التزام حقيقة، راح أكون معاكم خلال الربع ساعة أو الثلث ساعة المتبقية إن شاء الله على الساعة 11 مضطر يعني لمغادرة المجموعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم، فأنا معاكم إذا في أسئلة على السريع ممكن نجيب عليها خلال العشرين دقيقة هذه. الله يحفظ. موضوع 100 نقطة وهم، وهم كبير جدا وحاجز يضع كثير من الأعضاء أمام نجاحه. حقيقة موضوع 100 نقطة يعني أنا استغرب استشكال كثير من الناس له. هم حقيقة لو ينتبهون لموضوع 100 نقطة، يعني بدون 100 نقطة يعني تصوروا الشركة شلون تعرف هذا العضو حي لو ميت، بعده يرغب بالشركة لو ما يرغب. طيب كيف تساوي مع من يعمل يعني ويحقق 100 نقطة وأكثر من 100 نقطة؟ يعني عقليا هي قسمة منطقية، الأعمال بالدنيا كلها ما تكون إلا أما بشرط الإنجاز، وهذا يحدد يعني شرط الإنجاز تخلص لي هذا العمل أو بساعات عمل، أو تكون أنت شريك تدفع أما بالجهد أو تدفع مال. زين هاي القسمة العقلية ليش في دي اكسن مستغربة؟ يعني في حالة واحدة شخص إذا ما يريد يشتغل بالتسويق، فمن حقه أن ما ينفذ ولا الشركة تلزمه بشرط 100 نقطة. يعني ممكن يكون ترى هو عضو معجب بالمنتجات يشتري ما يحلو له منها وخلص، يعني سواء كانت 90 50 وياخذها بسعر الخصم الخاص بالعضو مثل اي عضو منتمي لاي جمعيه من الجمعيات، العيادات النيوتريشن او البودي شوب، هاي المحلات اللي تبيع منتجات طبيعيه لما تروح لهم ايضا ترى يعطوك رقم ويسوي لك خصم ويبيعوا لك منتجاتهم الطبيعيه باسعار بها خصم، وكل مره من تجي من تزيد مشترياتك يزداد خصمك. فهو مسوي له خصم اوريدي الشركه باعتباره عضو على الاي دي ماله، اذا اشترى ازيد من ال 100 نقطه الشركه ايضا راح تخصم له، يعني ترجع له فلوس بعد مو بس يعني سعر الخصم. وما مجبور هو يجيب اعضاء ويرتب كذا فاذا موضوع ال 100 نقطه يعني ما اعرف ليش يستشكلونه كثير من الناس. بس هي شوفوا الشيطان لما يريد يقعد همم الناس خلاص يدور له حجه. وصدقوني هذا مو بس في ديكسن، في كثير من الاعمال. انا اشتغلت ترى في مجال السياحه، وكان اخ يريد نساعده معانا، فعرض علي احد الاخوه ان يطلع له سياره وكاله يشتغل فيها، احنا كنا في ماليزيا، ويشتغل فيها يعني يسوي برامج سياحيه له، وهذا النص بالنص، هذا عنده راس مال وذاك سايق ويعرف بالمناطق ويعرف لغه ماليزيه ومعاه الليسن الرخصه الماليزيه. قال طيب وإذا صار حادث شلون؟ فشوف أنت يعني في ناس خلاص هو يدور له على حجة حتى ما يعمل. أنا ما أشوف أنه هناك أي مبرر يعني يشكل حاجز أمام 100 نقطة. طيب يعني أنت إذا شاطر بالماركتينج والتسويق وتقدر تنجح وهي فرصة عمل مثل أي شركة تسويقية، طيب اشتغل لما يصير عندك مجموعة تقدر تطلع منها أرباح، حقق 100 نقطة. لما تنطلب منك المنتجات بقيمة 100 نقطة حقق 100 نقطة. يعني ما حد حاط السيف على رقبتك. يعني احنا شرط العضوية في ديكسن ان يشتري ولو منتج واحد لو صابونه خلال السنة هو باقي اكتف. فانت شوف الطريقة المناسبة اللي تقدر تنجح بيها. يعني 100 نقطة هي شرط انجاز حتى تاخذ ارباح، فانت لا تطالبني بارباح وانت ما مأدي الشرط. لكن هل هي شرط للعضوية؟ لا، عضويتك موجودة والخصم مالك موجود وتقدر تستقطب وممكن تجيب ناس يدخلون دول تحتك وانت ما محقق 100 نقطة، وانت بكيفك تريد الارباح مال هاي الدولة لو ما تريدها. فالموضوع هو يخصك انت. يعني انا اشوفها يعني حاجز نفسي ووهم واقعاد من الشيطان عن سبيل من سبل الحق اللي بها نفع نفسك ولاسرتك ولامتك ولاخوانك. تحياتي لك اخي الكريم. شوف مسألة هذه الخطة وتحقيقها، شوف كل الخبراء في كل العالم يقولون الشيء الطبيعي للإنسان، أي خطة بالعالم يحقق منها 50%. والناس المتميزين الذين يمتلكون قدرات خارقة وهائلة و أقصى حد ممكن يصلون في أي خطة الرسم لأي برنامج في من برامج الحياة يطبقون 80%. هذول ناس تعودوا يعني على كل شيء يخططون بحياتهم، زواجهم، سفرهم، رحلاتهم، أعمالهم، مشاريعهم، وعندهم مهارات عالية ويستخدمون برامج تعينهم
في الالتزام بالخطة. أما موضوع 100% ترى هذا خرافة ليس له واقع، هذا كلام مو كلام يعني، هذا كلام خبراء يتكلمون عن التخطيط. في مسألة الفشل أو خلينا نقول مو الفشل، تحقيق عدم نسبة كبيرة بالخطة لا يشكل لك عائق أو سبب من أسباب الإحباط، لأنه هو هذا الطبيعي. يعني حتى الشركة من حطت هاي الخطة ما متوقع أن الناس راح تأديها كلها، لو الناس كلها راح تأديها بهالسهولة هذه بخمسة أشهر لا والله ما حد يضل بشغله، كلها تدخل بالديكسن. لكن أنت سألت سؤال جيد، هل هناك من الناس حققوها لنا؟ يعني احنا نتكلم عن الآن أكثر من 8 مليون عضو، أكيد أكو ناس متميزين، مش معقول هاي الناس كلها ما فيها متميزين. أنا مر علي شخصيا الشيخ علي بن حامد في، وهو موجود معانا عضو الآن على ما أذكر، يعني أيام ما كنت في الإمارات أسمع عنه هو طبقها، والتقيت فيه وكلمته أنا أعتقد في مؤتمر في العين، وقال لي طبقها. لكن شوف حتى أكون معاك واضح، ما كان دخله صار في 5 أشهر، لأن هي مو مكاين، إحنا مو مكاين يعني، ما عندنا أجهزة وتطبع ناس وتطلعهم لنا 3 في 3 3 في 3، فتلقاك شهر ممكن تطلع 10 أو شهر ما تجيب واحد، وشهر تجيب 3 وهذول 3 ينسحبون على بعد شهرين وتروح تعوضهم بثلاثة ثانيين وهكذا. فالرجل صار ماسي في الشهر الخامس وكان دخله حوالي 5 أو 6 آلاف ريال، يعني تتكلم عن مبلغ بحدود ال 2000 دولار، يعني مو 3000. في كثير ناس، أنا في شخص معاي معروف الدكتور سجيع من لبنان، في 6 أشهر صار ماسي وكان دخله 1700 دولار، على ما أذكر هالشكل، بحدود 1700 أو 1600، يعني مو 3000. ليش؟ لأنه الناس تنسحب وناس تنزل وناس تصعد، فالخطة ما تتحقق 100%. لكن إذا ما نتكلم إحنا عن 2000 دولار والألف وستمائة والألف وسبعمائة، فأنت تتكلم عن حدود 60-70% من الخطة طبقها. فموضوع الخطة وتطبيق الخطة على أرض الواقع مختلف تماما عن التنظير، بس إحنا نريد دراسة جدوى للموضوع. فالموضوع يقول لك دراسة الجدوى المالية تقول لك إذا بذلت هذا الجهد راح تحصل على هذا العائد، وبالتالي كل واحد راح يقيس شنو إمكانيته بتحقيق الجهد مقابل العائد. تمام؟ يعني مثلا أبو أنس، لا جابها أبو أنس، تقريبا حقق 13000 ووصل ماسي بس خلال سنة، يعني معناها 50%. أبو أنس جمال مسعدي. فهذا الموضوع يتفاوت من شخص لشخص. احنا نتكلم عن واقع، ما نتكلم عن أجهزة، نتكلم عن بشر، قدرات مختلفة وظروف. ممكن إنسان جدي ويتمرض عنده التزام وعنده كذا، ممكن إنسان أكتف ويروح دولة ما يحصل بها فرع، دولة كانت ما شاء الله ممتازة والمنتجات انقطعت وقل المبيع، ما تعرف شنو يصير. يعني ظروف ممكن خارج عن إرادة الجميع، وبالتالي ماكو شيء يعني 100% راح يصير، هذا ما له وجود أصلا. والله بالعكس. يعني أكثر أصحاب الشهادات الجامعية هم أكثرهم تأخرا في الدخل يعني أو في البزنس. وكثير من الناس اللي نجحوا، يعني طبعا مو معناه كل، جاي أقول بالنسبة الأغلب، يعني هم ناس بسطاء. يعني قصة هذا المتشرد اللي كان ينام في الشوارع من الفلبين، قصة هذا الثاني اليتيم، قصة هذا اللي يشتغل بالسمك يعني سماك اللي في اندونيسيا، كثيرين، قصة لازلو، كثيرهم ناس أصحاب بزنس، تجارات، تعليمهم بسيط، يشتغلون بالأسواق. لكن في مثل أعوذ بالله نسيته، من هو كان دكتورة يعني وأستاذ جامعي وزوجته طبيبة، أعتقد إحنا أغلبنا في مجموعته من الهند. هذا فاز بالي دكتور. ففي ناس، مؤسس الشركة دكتور وبالأصل كان مهندس، ففي ناس أصحاب شهادات، لكن الأغلب هم مو أصحاب شهادات حقيقة. اللي في تايلاند أغلب اللي وصلوا للكرام بصدر، يعني ناس حتى لو متعلمين تعليمهم مو تعليم عالي، يعني نتكلم عن شهادات ماجستير أو دكتوراه أو أصحاب تخصص، أو أنه تعليمهم خدمهم في موضوع النجاح في ديكسن، ما هذا الشيء ما موجود. نشكر أستاذ كمال على سعة صدره وعلى إجابة أسئلة الأعضاء الكرام. أستاذنا يعني إن شاء الله نلتقي بك في مرات قادمة إذا كان عندك مجال.
وحياك الله استاذنا، وتستطيع ان تغادر، وكنا نتمنى بان نبقى وياك اكثر، بس انت عندك بعد موعد ومريض اخرك. حياك الله استاذ.